السلام عليكم. بالنسبه لهذه القضيه ديال هاد الناس هادو كلهم اللي ديال المسيحيين، اكثر المسيحيين ما عمرهم كانوا كيقدروا اولا كيحترموا الديانه الاسلاميه. هما حتى الرسول صلى الله عليه وسلم كيعتبروه بانه انسان واحد الافاق كذاب. ملي كتشوف هذوك القنوات بحال دابا اللي كتكون اجنبيه مثلا، حتى العرب المسيحيين العرب بحال دابا المصريين والمغاربه المسيحيين دابا راه كيسبوا العرب، كيسبوا اكثر من ملي كيسبوا الرسول. ملي كيقول لك هذاك الرسول كذاب، هذاك الرسول ما كيسواش، وكيقولوا كلام عليه طايح ما فيه ما يتشاف. اش غادي نتايا؟ راه بحال اللي سبوا الرسول بحال اللي حرقوا القران. القران مقدس والرسول مقدس، اذا شنو حنايا غنديروا معاهم؟ حنا ما عندنا ما نديروا. خاص الحكومات اولا الحكام العرب هما اللي عندهم اليد باش يمكن لهم يحاربوا بحال هاد النماذج. حنا شنو كنديروا؟ حنا كنديروا تنديد اما بطريقه يعني كنديروا واحد كتكون سما هذيك كتكون سميوها حنايا كنتمشيو حنا شنو احتجاج كيكون على كنديروا ديك دي فول كنتمشاو كنبقاو ندو في الشوارع ديالنا المسيرات اولا كندو ديالنا حنايا هكا بطريق بقلبنا حيت داك الشيء كيوجع. نورمالمون انسان حرق القران خصو يتعدم، انا خصو يتعدم. راه بحال شي انسان بحال دابا جا وبدا كيقول شي كلام على 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 سيدنا، حتى هو خصو يتعدم. هادو مقدسات ما كتقاش، الرسول ما كيتقاش. واش عمرك شي نهار عمرك شي مسلسل فيلم مثلا عربي ولا اجنبي كيشدو الرسول؟ الرسول شي حاجه اسمع، القران شي حاجه اسمع. هذاك السويد وهذاك لي بي سكونديناف ديما عندنا معاهم مشاكل سبحان الله العظيم. اعتقد ان مساله حرق المصحف على القران الكريم مساله ليست سابقه، فقد سبق ان تم حرق القران وربما في عصور قديمه لم نكن يعني لم نشهد فعل الحرق، ولكن المساله اصبحت ظاهره اعلاميه اكثر مما هي فعل شنيع يمس قدسيه هذا الكتاب كتاب المسلمين. لذلك انا نصيحتي ان لا يلتفت لهذه الظاهره. أظن أن الإسلام راسخ بما يكفي في القرآن وفي صدور المسلمين، وليس فعل معزول من طرف إنسان ربما مختل عقليا، هو ما سيخلخل وما سيهز يعني عقيدة ويقين المسلمين في دينهم. فهذه ظاهرة إعلامية التفت إليها ومن باب يعني لعبات الإعلامي فقط هذا اللي كاين. بالنسبة لحرق الكتاب المقدس اللي هو القرآن الكريم، فهذا كيتعتبر خطأ جسيم جدا، وسيرتو من مواطن من واحد البلد اللي يتبجحون بالديمقراطية ويتبجحون باحترام الآخر. احنا مثلا كمسلمين ما يقدرش شي واحد فينا يحرق مثلا شي كتاب مقدس، إنجيل ولا التوراة ولا، فهمت؟ لأن هذاك الشيء عندنا حنايا خط أحمر، أي حاجة مرتبطة بالتنزيل السماوي عندنا خط أحمر، وبالتالي حنايا كنرفضوا رفضا تاما هذه السلوكات وهذه الممارسات. انك تتعدى على واحد شنو نقول لك، يعني كتجاوز الحدود ديالك في حق الاخرين باش انك تحرق كتاب مقدس ديال واحد الديانه اللي كتعتبر هي اللي جامعه اكبر عدد ديال الناس في الكره الارضيه. بالتالي هذا كيولي اعتداء صريح، ماشي على المسلمين، على الدين بصفه عامه، ماشي غير الاسلام، الدين بصفه عامه بما فيه المسيحية بما فيه اليهودية بما فيه الإسلام بما فيه الديانات السماوية اللي مرتبطة بالتنزيل السماوي. شنو خصو يدير؟ خاص دابا الحكومة ديالنا العرب خاصهم أول حاجة يديروا واحد الإجراء اللي هو فوري، يشوفوا هذا السيد خصو يتعاقب، وإلا ما تعاقبش خاصهم يديروا يقاطعوا دبلوماسيين هاد الدول هادي، ماشي دبلوماسيين حتى تجاريا وماليا، سيرتو البلان كوميرسيال خاصهم يقاطموهم باش جا سويدي هنا عندنا المغرب ما يدخلش، ما نخليهمش يدخلوا عندنا نهائيا. لان هاد الدول سكوندناف الا دارت واحد المقاطعه تجاريه ومقاطعه دبلوماسيه سوا سيغ ان الحكومه غادي شي اجراء ردعي لهذاك السيد
ما يمكنش صاحبي انسان تشد نتايا القران الكريم وتحرقه. شنو دار لك القران الكريم؟ صارت لاش درجه وسحقت للاسلام وبعث بك الاسلام اخويا. وسير اخويا كون، سير اخويا عبد الاصنام ولا عبد وما راه كيعبدوا المسيح اصاحبي، كيحط المسيح وكيعبدوه اصاحبي. واش كاين شي واحد كيعبد المسيح؟ والا كان المسيح اله وما نعبدش، ما حدش انا نجتونا حطونا في الكنيسه ونبقى نعبد فيه. شنو دار الاسلام؟ شنو دار اش دار القران الكريم؟ شنو فيه القران الكريم؟ فيه تسامح، القران الكريم كي فيه 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 الموعظه، فيه الرحمه، فيه العفو، فيه الكرم. يا شنو ما فيما يخص الفيديو اللي جوجل رفضت انه تسحبه، اعتبرته حريه فكريه. فكنظن ان الشركه ديال جوجل مشات في الطرح ديال هاد الناس هادو ديال عدم احترام حريه الممارسات الدينيه وحريه الممارسات ديال الشعائر اللي مرتبطه بالدين والثقافه ديال واحد الناس. وهذا كنعتبره حنايا كذلك خطا جسيم، وتنتمناو انه يكون شي تدخل من الناس اللي معنيين بالامر. سوا ديزون عندنا هنايا ماشي في البلاد ديالنا ولكن في بلاد المسلمين اون جينيرال، اولا عندهم نيت، لانه ما يمكنش لينا حنايا غادي نبقاو مستمرين في هذه الممارسات، والا غادي تولي شي فتنه ما غادي يقدر يجمعها حتى شي واحد.